من الفلاش تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. الحكومة الإسرائيلية في نهاية الأمر سوف تسمح بدخول المشتتين الذين تركوا بيت لحم منذ سنوات عديدة بعد ضغط من القوات الأمنية الإسرائيلية. والبارح التقى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في القدس مع رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت من أجل وضع الأساسات لبناء دولة فلسطينية مستقلة. أنجيلا ميركل وألمانيا سوف تعطي ما يقارب 34 مليون يورو إلى سوريا. هذا ما اتفقت ما بين أنجيلا ميركل وبشار الأسد الرئيس السوري. هذا جاء تحت نطاق المساعدات الألمانية لسوريا بعد انقطاع طويل دام سنين طويلة كما يقول الإعلام السوري في الأيام الأخيرة. كما ينشر الإعلام العالمي في الأيام الأخيرة بأن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحادثات ومفاوضات سرية مع حماس الذي تتقوقع في قطاع غزة، وبالأخص مع محمود الزهار وزير الخارجية السابق بالنسبة لحكومة حماس. والاتحاد الأوروبي يطلب العالم ويحثهم أيضا بالحديث مع أطراف من حماس. أما بما يتعلق بقضية جندي الإسرائيلي جلعاد شليت، فوالد الجندي البارحة نعم شليت تحدث للإعلام في المظاهرة التي جرت في دوار رابين في تل أبيب، وقال بأن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل جديا من أجل إعادة ابني، وأنه كانت هناك صفقة لم نعلم بها، وهذا يعتبر خطأ كبير للسياسة الإسرائيلية. أما بما يتعلق في المتاحف الإسرائيلية، فمتحف الإسرائيلي الذي يتواجد في القدس يقوم في الأيام الأخيرة بنشر مجموعة كاملة من الرسوم التابعة والتي تتعلق بالنازية في ألمانيا. أما في الرياضة، فلاعبة التنس الإسرائيلية شاحر بئر تقوم بمساعدة إنسانية وبناء عيادات في مدينة نيويورك الأمريكية. ويجب الذكر بأن لاعبة التنس الإسرائيلية شاحر بئر أصبحت مشهورة في العالم بعد إنجازات كثيرة. إنفو لايف تي في تقدم تقرير خاص عن المجسات والحواس الموجودة بجانب الجدار. لقاء الأسبوع من إنفو لايف تي في، وهذه المرة الحديث حول فتح وحماس ومفاوضات مستقبلية. ושל נחושת ושל אור, הלא לחור.